نحن نحاول من خلال هذا الملتقى أن ندرس أو نتدارس تموقع المرأة في الميديا الاجتماعية، وإلى أي مدى يمكن أن تعود إلى أدوارها وفعاليتها الحقيقية الموجودة لأجلها كعنصر اجتماعي أساسي في المجتمع الجزائري على وجه الخصوص، خاصة أنها ممتدة تاريخيا بتاريخ عميق جدا ثوري وجهادي. يعني المرأة معروفة من قبل، فنتمنى أن هذا الملتقى تكون له مخرجاته. أشير إلى أنه استقبل 145 مداخلة، تم قبول 100 مداخلة منها متعددة من 39 جامعة جزائرية ومركزين جامعيين.